نشر في جريدة السياسة أن صحافيا توجه إلى شيخ الأزهر بسؤال عن رأي فضيلته فيما أثرته بعض الصحف عن قيام الكمبيوتر بتحديد يوم القيامة، فما كان من فضيلة الإمام الأكبر إلا أن قال إنه قد تم إحالة هذا الموضوع إلى لجنة بحوث القرآن في مجمع البحوث، ونحن نعكف الآن على دراسة هذا الموضوع دراسة دقيقة. والحق إلى آخر يقول هل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة؟ وقد وضح أنه أنا غلط، أنا غلط، قد يغلط قد يكون أراد يعني مزيدا من إيضاحات الناس الذين عندهم شكوك، وإلا فالأمر واضح ما يحتاج إلى دراسة. يمكن بعد غير الله علم الساعة إلى الله. أيوه. الله جل وعلا يسألك عن الساعة أين مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. سبحانه. شغلك السنة الأرض. سبحانه. لا تأتيكم إلا بغتة. سبحانه. يسألونك كأنك عليم عنها، قل إنما علمها عند الله. سبحانه. ولكن أكثر الناس لا يعلم. ويقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة. ويقول عز وجل يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سبحانك. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وقال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية إن الله عنده علم الساعة الآية. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم الناس عليه الصلاة والسلام. وآخر يقول ما على كل حال ينتقل من شيخ الأزهر ولعل له عذرا.